كل واحد اي ماسك بده يلا خذوا. هذا عم يصير. انا حطيت الماسك، يلا حط الماسك. يلا كلياتكم خلينا نشوف كل واحد. ماسك العسل، ماسك الورد، ماسك التين، ماسك الاساي. يلا ارفع شعرك. يا سلام، واو اجى على وشك مزبوط. ايوه حلو سوسو. يلا استرخاء. عم باخذ الماسك حط على ايدي. بفكر كمان ليلي حدا بيقعد بقصقص الماسك مشان يطلع شكله احلى؟ كثير كبير. شو شعوركم وانتم كلكم متسطحين حاطين ماسكات ببيجامات العيد؟ والاسترخاء. مبسوطه سيسي؟ شو يعني انا فاهمه. بدي اسالكم سؤال، شو احلى شيء بالعيد؟ اول شغله بتخطر على بالكم قولوها. عيديه. عيديه. اه في اجماع على عيديه الصراحه. هلا رح نورجيكم بيجامات العيد، مستعدين؟ يلا. لون بيجامتي ازرق، خليني افرجيكم اياها. يلا ورجينا. يا سلام عسل. جمال. عسل. اه وانا بيجامتي زهريه. نايس. وانا بيجامتي كمان زهريه بس كلها يونيكورن. هلا رح ورجيكم بيجامة سيلين كمان لونها بينك عليها يونيكورنز وايس كريم واشياء هيك. شو ما احلاها. اخيرا ورجيني بشرتك. واو جلوي هيك عم تلمع، شوفوا ما احلى كيوت ما شاء الله. شلنا الماسك وجهزنا البشره وهلا صار وقت انه نبدا بميك اب العيد. اول شيء ححط المسكره وحابدا بعيوني. رح احط اكثر من طبقه وحتى حاستخدم اكثر من مسكره لحتى اتاكد انه خلص الرموش وصلت فل. قبل ما اكمل الميك اب حابدا بشعري، ححط الهيت بروتكت هذا وحابدا استشوره بهذا السشوار. الموضوع حيطول فبرجع لكم بس خلص. انا خلصت ميك اب عيوني، هذا هو. شو رايكم؟ هلا ضل باقي الميك اب والحواجب وكل شيء، هلا رح اعمله معكم. بس قبل رح بلش بالسكن كير. اول شيء الليب بام، رح احط السيروم، سيروم ثاني، اخر شيء هايدريشن سيروم. هلا رح احط كونسيلر وبعدين بندمجه. خلصت شعري سشورته وكمان خلصت عيوني. مثل ما انتم شايفين عملت هيك كت كريز باللون البني وكمان حطيت اي لاينر، صراحه كثير حبيته طلع كثير ناعم. يا مشا وقعت البودره بكل مكان حرفيا. هاي البودره وقعت تخت، فانا عم باخذ هيك من على التخت. ما شاء الله. حط بودره، حاعمل كونتور بالباودر بس هيك خفيفي خفيفي. صغر الجبهة شوي. هلا حشيل الباودر وحط بلاشر، حارفع البلاشر لفوق لتحت العيون. هي هاك جديدة جربوها وادعوا لي. واخر شي ححط الهايلايتر. شوفوا الفرق. واو واو هيك منكون خلصنا ميك اب العيد. شو رايكم؟ اه بقى الحمراء خلوني حطها وبرجع لكم. هيك منكون خلصنا الميك اب، رح نلبس ونرجع لكم. يلا ترى شو رايكم باللوك؟ شوفوا الفستان الخطير. ورجينا ورجينا. يا سلام شو هيدا. لصقت معه هاي الشنطة البيج وكمان كعب بيج وهذا البلت هيك. انا لبست هذا الفستان فيه كل الالوان، بينك احمر ازرق ابيض، كثير حبيته خاصه اني انا بحب الالوان. وموديله هيك كتف وكتف ثاني من هون، ونسقت معه هي الشنطه لونها بينك كمان فاقع هيك شوي. شوفوا لي هالشب الحلو ليك الاوتفيت تبعه. لابس هي الكنزه فيهن الوان نيون اصفر على ازرق. واو صافي البنطلون تبعك صراحه بجنن. سيلين هلا فائده من سيلين ورجينا الاوتفيت تبعك. رجعي لورا شوفوا ما احلى. هيك لابسه فستان جينز تحته كنزه بيضاء. واو حبيت. هلا رح نورجيكم فستان ليلي تبع العيد، من فوق ابيض وبعد هيك بصير اسود. هذا البلت اللي فيه بجنن، ولابسه هيلز بينك. احلى فستان لليوم فستان ماما، لونه كحلي ساتان خطير. شوفوا هي الحركه كمان اللي فيه بتجنن، كثير كثير حلوه. هلا هلا ورجونا اوتفيتس العيد. اه يلا اوكي. شوفوا ما احلاهم. اليوم اخضر اخضر. يا سلام مع هيلز ابيض وشنطه بيضاء. يس الله عليكم. والله انت الله عليك. والله انت والله شكرا. ما شاء الله صراحه تفاجأت. ايه والله كنت جاي احكي لك انه والله انا شي يوم رح احط لكم ميك اب. اوكي والله حلوه نعمل فيديو احط لهم ميك اب ونلبسهم هيك لبس غير. اوكي هتكون أوكي. غير انتم متعودين نلبسهم غير عن بعض. ايه حلوه 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 خلص. وفجاه عندنا هون شو عم تعملي؟ والله بتعملي سكين كير؟ سكين كير بهاي؟ سكين كير ولا ماسكره؟ والله يعني قلت ما اخوفكم. ولبست بيجامه وراح كل كشخه العيد راحت. لا هلا حتى لساتني بالكعب لساتني. شوفي انا ايش رايك بالكعب؟ صراحه شو
والله غيرت اواعي عشان ارتاح شوي، شلت مكياجي، بس قلت يعني عشان ما اخوفكم يعني شوي حط شوي مسكرة هالكاميرا تخفيده هيك شوي عشان ما تخافوا. ما تغير شيء صراحه مشاكم مو مشاني يعني هالشيء ولا كره هذه. انت اكتشف الموضوع يا خلينا نطلع لعندهم. شو فيون هاي قطة ميسان جديدة اسمها سوشي كاي. قطة مين؟ قطتي. والله شوفوا عيونها زرق اسمها جنجر نفس عيوني. أول مرة بشوف حيوان ماسك حيوان بوم قصف جبال. والله يا جماعة هذا أحلى كلب شفته بحياتي. شو اسمه؟ يا الله على التنكيل قصف جبهات مسوش. هلا قطة مين؟ قطة مين؟ وحيات حياة وحيات القطة قطتي. يا شو يا اخبر الله يا جماعة بس بالله القطة ما تشبه ميسان. لا تشبهني ليه؟ شوفي القطتي والله شوفوا شوفوا كيف تشبه. قالت بتشبه مين تشبه؟ ما بتشبه. طب اوكي بتشبه الحيوان. يلا يا ميسان تشبه حيوان. يا جماعة بتسلك ما شايفين انا شفتها. يا عمري يا متنا تسترخي بحضلي حبيبتي كل الوقت بتحاول تهرب. صح. لا ليك ها تعالوا نشوف. تعالوا يلا يلا اختبار اذا رح تهرب ولا لا. احد الشاطري او ما بده بس 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 لا خلاص ما راح انا سالت شو شرطه سلاله مثل امها. اي والله ما عم تقول سلاله حركي قمت هذا ايدي بتحبني مو ايدي سال. خلاص 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 فشل الاختبار. خلاص يا جماعه طلعت بتحبها وفشل الاختبار و اذا حطيتها عندي ولا قلت لها بدي تدفعيني راسي اذا حبيت. اوكي جربي جربي. شوفوا هذا شو عم ياكل اللبن. مرجينا كيف تاكل اللبن؟ ايه عطيت لانا لبن توكل اذا صارت تلحس فيها. ورجينا كيف كيف؟ هو بيعطيني اياها بعدين. شوفوا 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 الدفاع. شوفوا قديش لانا واثقة فيي. خذي ورجيني امسكه وبدا امسكه انت لما يروح يلا اعطيها. صح صح لانا يلا لانا باي يا جماعة رح أحرقكم من هذا القرف. معلش مرة تانية بدنا نقلكم كل عام وانتو بألف ألف خير يا رب. عساكم من عوادة. إذا حبيتوا هذا الفيديو عملوا لنا اشتراك بالضغط على زر السبسكرايب بالأحمر اللي موجود تحت وكمان شيكوا على البوستات والفيديوهات تبع العيد اللي حنزلنا على الانستغرام. خطيرة مو بس على الانستغرام حتى على التيك توك. هدول هن حساباتنا هون واخترنا ثلاث كومنتات هاد وهاد وهاد من اخر فيديو نزلناه. لا تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب وتحطوا اي كومنت بدكم اياه تحت هذا الفيديو لحتى نختاركم الفيديو الجاي. بنحبكم كثير احلى ناس وسلام. اختاروا معنا بهذا الفيديو لبسه للعيد. رح نورجيكم كثير خيارات خطيره ونشوف تعليقاتكم لنختار اللبسه. طلبنا ثياب اونلاين هلا رح نورجيكم اياهم. مستعدين؟ يلا. لقينا هلا هذا الاوتفيت هيك بليزر مع بنطلون. الصراحه كثير شكلهم هيك شيء كانه اطول مني. جربيهم جربيهم يمكن يطلعوا حلوين. شو هذاك الازرق؟ فستان. واو والله حلو كثير حلو. شوفوا قد ايه اخترنا اغراض كل هدول. تعالوا يلا نقيسهم ونشوف شو احلى.